في ملف حوادث المرور، عرف الأسبوع الأول من الشهر الفضيل تسجيل أرقام تكاد تكون قياسية في مجازر الطرقات، فقد سجلت مصالح الدرك الوطني حصيلة ثقيلة تمثلت في وفاة 44 شخصا وإصابة 159 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 104 حوادث سير خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، وذلك حسب ما أفاد به سمير بوشحيط المكلف بالاتصال على مستوى مركز التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني. وقال الرائد سمير بوشحيط في اتصال للقناة الإذاعية الأولى أن أكثر من 81% من هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى للعامل البشري وكذا عدم احترام قانون المرور. وأوضح المتحدث ذاته أن 22% من تلك الحوادث سببها السرعة المفرطة وتغفل السائقين عن تخفيض السرعة عند المنعرجات وكذا عدم الالتزام بإجراءات السلامة المرورية عند قطع الطريق. هذا ومن جهة أخرى حثت قيادة الدرك الوطني المواطنين والسائقين على ضرورة تفادي قيادة المركبات تحت تأثير التعب والإرهاق خلال الشهر الفضيل وإلى التحلي بالتركيز واليقظة أثناء السياقة، وذلك من أجل ضمان السلامة المرورية للجميع.